أهلا بكم في حوار الساعة. شكلت مكانة الفلسطينيين في إسرائيل عاملاً مهماً في تعزيز مكانة السلطات المحلية العربية، فقد أتاحت لهم فرصة النشاط السياسي وتنظيم أمورهم الحياتية والاجتماعية. ومن ناحية أخرى ولنفس السبب أيضاً، تواجه السلطات المحلية العربية تحديات وأزمات عديدة والتي تمنعها في الواقع من النهوض في هذه البلدات اقتصادياً واجتماعيا. فما هي أبرز التحديات التي تواجه السلطات المحلية؟ كيف تساهم سياسات التمييز والإهمال في خلق الفجوات بين السلطات المحلية العربية واليهودية؟ وعلى من تقع المسؤولية في تطوير البلدات العربية؟ وكيف يمكن أن نبني أملا من هذا الواقع الصعب؟ أسئلة نطرحها على ضيوفي هنا في استوديو: المحامي شادي شويري رئيس مجلس كفر ياسيف، ودكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، وسيد مضار يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية ورئيس مجلس عرعرة. أهلا بكم معي جميعا. أهلا وسهلا. دعنا نبدأ من كفر ياسيف، وممكن كمان تكون نظرة عامة على البلدات العربية من تجربتك. هناك العديد من الأزمات والتحديات في السلطات العربية كما نعلم، ولكن في النظر اليوم إلى كورونا، إلى جائحة كورونا وإلى فترة كورونا، ماذا كشفت هذه الجائحة عن المشاكل والتحديات التي تواجه السلطات المحلية العربية؟ الحقيقة أخت مريم أنه جائحة الكورونا يعني كشفت كما قلت عن عديد من النواقص والعديد من الصعوبات التي تواجهها السلطاتنا المحلية العربية بشكل عام، وعندنا بكفر ياسيف أيضا نحن يعني جزء من هذه السلطات. النقص في الغرف الدراسية برز حينما طلبت وزارة المعارف مثلا أن يكون هناك التعليم في كبسولات أو في صف يقسم لثلاثة أقسام. كان عندنا مشكلة نحن بالأصل بالغرف الدراسية الأصلية، عندنا مشكلة في الغرف الدراسية، عندنا مشكلة في البنية التحتية، عندنا مشاكل عديدة في القوة المادية لسلطاتنا المحلية. كل سلطاتنا المحلية سلطات محلية فقيرة، 90% من سلطاتنا المحلية هي بالتدريج الاقتصادي الاجتماعي من 13 الأخيرة، يعني بعض السلطات يعدون على كف اليد الواحدة اللي هن 5 أو 6 في هذا السلم. وجائحة كورونا أجت علينا يعني كمان لتزيد الطين بلة زي ما بيقولوا، وكشفت عن عديد من النواقص خاصة في جهاز التربية والتعليم اللي يعني بصعوبة قدرنا انه نتخطاها، وقدرنا انه اولادنا يدخلوا بالامس الى المدارس والى الحضانات والى رياض الاطفال بامن وسلام، وان شاء الله هيك بيستمر الوضع. كدنا ننسى هذا المشهد. وانتقل اليك دكتور سمير، يعني أم الفحم تعتبر نموذج في إدارة بعض الأزمات والتي شهدنا مؤخرا، على سبيل المثال موضوع العنف والحراك الفحماوي ونشاطكم في موضوع العنف. إلى أي مدى هذا النجاح وهذا النموذج الناجح يعني ساعد في إدارة أزمة كورونا خاصة في العام الأخير؟ أولا الإدارة السليمة طبعا موجودة في شتى المجالات، يعني لا يقتصر على الكورونا أو على العنف أو على موضوع، كل المواضيع يجب أن تدار بشكل سليم. يعني بقدر أقوله بشكل واضح وصريح، يعني كل ما يتعلق بالعنف واللي طبعا يعصف بأم الفحم مثل جميع المدن والقرى العربية، احنا قاعدين بنحاول نشتغل من خلال حراك مستمر لكل أضرعة البلدية وبرضو الأضرعة خارج البلدية. يعني احنا اليوم قاعد احنا بصدد بناء خطة متكاملة لمكافحة العنف في أم الفحم من خلال 7 أطر مختلفة، بالهدف انه نصل، يعني مفروض انه خلال الأيام القليلة تكون الخطة متكاملة ورحين نتقدم بها لأنفسنا أولا ثم للحكومة مشان نقدر وننهض بلدنا
لوضع افضل. هاي واحده من الاشياء اللي احنا قاعدين بنحاول انه نغير في مفهوم الاداره، انه احنا اخذنا الامور على عاتقنا. نفس الشيء بكل ما يتعلق بالكورونا، بالكورونا احنا في عندنا مجلس اللي بدير الازمه، والمجلس هذا اللي بدير الازمه قاعدين بنديرها من خلال الشراكه التامه مع لجان اولياء الامور، مع مندوبي الحارات المختلفه، وهيك احنا قاعدين نصل لنتائج ونتائج افضل من خلال التفاهم ومن خلال الشراكه. نعم استاذ مضر، يعني سأسألك سؤال عام أكثر، وأنت أكثر يعني متواصل مع أكثر من سلطة محلية. تحاول الدولة بشكل عام، تحاول إسرائيل تقليص دور الحكم المحلي وبالتالي تقليص دور السلطات المحلية، ولكن مع هذا كان هناك دور للسلطات المحلية كمؤسسة في مكافحة جائحة كورونا. كيف ترى هذا الدور مقابل رغبة إسرائيل في تقليص دور السلطات المحلية؟ صراحة أنا ما فهمتش السؤال، الحديث عن تقليص دور السلطة المحلية العربية ولا بشكل عام؟ بشكل عام، ولكن على العربية أكثر. ما لا شك في دائما في هذا الجدال اللي موجود بيننا وبين الحكم المركزي من ناحية الصلاحيات ومن سيدير الأمور. السلطات المحلية أثبت في فترة جائحة الكورونا أنه هي كانت أهل لإدارة هذا الحدث وكانت الأفضل يعني. ولولا وجود السلطات المحلية فبالتالي كان النتيجة كانت ستكون أسوأ، ولاحظنا كيف الحكم المركزي عالج الأمر، ونلاحظ كمان كيف بعالجه لليوم. يعني إن لم يكن هناك تدخل ووجود للسلطات المحلية هذا الحدث لا يحدث، يعني لا يمكن أنه يتم بالشكل الصحيح، والنتيجة هي بتكون نتيجة صعبة جدا. يعني ما جاش من فراغ، السلطة المحلية تمثل المجتمع، تمثل أبناء البلد، التواصل مع السلطة المحلية هو شيء مفهوم ضمنا، إمكانية الحديث نتحدث بنفس اللغة بنفس التوجه. للأسف الشديد بشكل عام وليس فقط في الكورونا، إحنا نلاحظ إنه هناك عملية ما يسمى الأبوية اللي تفرض حالها ريجولاتيا، ما يسمى إنه الأبوية اللي بتيجي بتفرض حالها من قبل الحكم المركزي وتحدد من صلاحيات السلطات المحلية، نحن نفهم أكثر، أو عملية التعامل بعدم ثقة تجاه السلطات المحلية بسبب ربما تجارب موضعية أو موقع معين هون وهون مع سلطة محامية يؤثر على كل السلطات. اليوم أعتقد أن الحكم المركزي بدأ يفهم أن هناك حكم محلي هو حكم جيد، هو حكم يستطيع أن يدير أفضل منهم الأزمات، وبالتالي يجب إعطاء الصلاحيات وإمداده في الميزانيات. على المستوى السلطات المحلية العربية الأمر أكثر مركب، لأنه السلطات هي سلطات ضعيفة، يعني نتحدث عن سلطات بحاجة لدعم. كل السلطات المحلية العربية هي موجودة في مرحلة الدعم، تحتاج الدعم الحكومي من قبل الميزانيات، ومع ذلك وبالرغم من ذلك ونقص في أعداد والموظفين وعدم تأهيل لفترات طويلة وتجهيزهم لهذه الأمور، مع ذلك أثبت السلطات المحلية العربية أنها على قدر قوي جدا أن تدير ما هذا الحدث في داخل بلدانها، وهذا ما يجب أن يتم ويستمر بطبيعة الحال. طيب وهنا يأتي المطالب. نعم طب لنعود إلى أساس هذا الضعف وهذه الهشاشة في السلطات المحلية العربية، وخاصة بالمواضيع الاقتصادية. إجمال الدخل الذاتي للسلطات المحلية العربية والذي يعيش فيه 14.4% من مواطني إسرائيل يمثل فقط 4% من الدخل الذاتي للسلطات المحلية في إسرائيل عامة. هذا عدد أو هذا رقم يعني صعب في مجابهة في بناء سلطات محلية. ما هي الأسباب وراء هذه الهشاشة الاقتصادية؟ صحيح مريم، يعني الرقم صعب ولكن الواقع أصعب بكثير. والسبب الأساسي والمباشر لوضع السلطات المحلية العربية، الوضع الاقتصادي للسلطات المحلية العربية، هي كما نعلم سياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة في التمييز المنهجي ضد جماهيرنا العربية مواطني هذه الدولة. هذا هو السبب الأساسي، وهذا السبب جعل هناك أسباب صغيرة أخرى. مثلا عندنا في قرانا ومدننا لا يوجد مناطق صناعية بحيث يمكن للسلطة المحلية أن تجبي ضريبة أرنونة يعني مرتفعة يعني تدخل إلى خزينة السلطة المحلية. لا يوجد بنية تحتية كما يجب، لا نستطيع أن نستقطب سياحة، لا نستطيع أن نستقطب مصانع أو شركات كبيرة، لا نستطيع أن نفعل ذلك. وهذا السبب كما قلت سياسة التمييز،
ويعني يقال عادة أنه عندما يردون علينا من الحكم المركزي أنه اجبوا أرنونا، ولكن المعطيات تقول حتى لو جبينا 100% أرنونا ودفع كل المواطنين ما عليهم من الأرنونا، هذا سيبقي سلطاتنا المحلية العربية بحاجة إلى الدعم الحكومي. الدعم الحكومي كما يعرف الزملاء وخاصة زميل أبو نزار، تأخذ دعم حكومي عشان ميزانية منخفضة؟ نعم، دعم حكومي يعني يكاد لا يسد الرمق، يكاد يعني يكون فقط لإبقاء السلطة قائمة، ولكن دعم حكومي لكي تكون هناك سلطة محلية فعالة تعطي الخدمات التي تليق بمواطنيها، هذا الدعم الحكومي غير كافي. نحن دائما نطالب بزيادة الميزانيات، ونطالب بالأساس بتغيير التفكير المنهجي ضد جماهيرنا العربية، تفكير التمييز، التمييز العنصري ضد جماهيرنا العربية ومن ضمنها السلطات المحلية العربية. نعم، يعني دكتور سمير، سأبقى في موضوع الأرنونة والذي وموضوع مهم جدا في النهوض الاقتصادي للبلدات العربية. فحتى عام 2018 مثلا 3.6 فقط من مدخولات ضريبة الأرنونة وصلت إلى السلطات المحلية العربية. إن بقينا في هذا الرقم أو مع هذا الرقم، هل يمكن النهوض اقتصاديا في البلدات العربية وبناء فعلا سلطات محلية قوية؟ أنا بدي أبدأ من السؤال الأصعب. السؤال الأصعب بسألوني إياه، شو الفرق بين رئيس سلطة بالمجتمع العربي ورئيس سلطة بالمجتمع اليهودي؟ أنا بقول الفرق بسيط جدا، أنه رئيس سلطة بالمجتمع العربي 90 إذا مش 95 إذا مش 100% من وقته بقضيه بإطفاء حرائق بالأشياء الصغيرة. في المقابل رئيس سلطة في المجتمع اليهودي 90% من وقته 95 بيشتغل بالاستراتيجيات. لذلك الفرق هذا بدل على حجم المأساة، وحجم المأساة بالآخر بنعكس بالوضع الاقتصادي تبع سلطاتنا المحلية. اليوم لما أنا بدي أشتغل بالأشياء الصغيرة اللي بتعلق بالبنية التحتية في أم الفحم أو بكفر ياسيف أو بعرعرة أو بأي بلد أخرى، فيش عندي الوقت أنه أصل للاستراتيجيات الكبيرة وأفكر بالمشاريع الكبيرة اللي بتقدر تنهض ببلادنا. وعلى ما يبدو هن في سياسي، والسياسي هي موجودة من 73 سنة. لما بلد مثل أم الفحم اللي هي ثالث بلد عربي بالبلاد بنطونا وبمنوا علينا 100 دونم لمنطقة صناعية، وأنا كعب بطالب بتوسعة 100 دونم هذول بأخرى 440 دونم، وبيعملوا لي كثير كثير مشاكل بالطريق. كل لجان التنظيم اللي موجودة في البلاد، هذا عندنا ليش بدل انه بده يخلونا محلنا. اضافه لذلك احنا مش ساكتين، يعني احنا انا اليوم بام الفحم قاعد بحاول اقدم كثير امور اللي من شانها انه تنطينا قفزه نوعيه بكل ما يتعلق في النظره المستقبليه. ومع كل احترام للارنونه بالاخر واموال الارنونه، يعني حكى الاخ شادي بالاخر عندي بام الفحم 85% من الارنونه هي ارنونه سكن. الأرنونة السكن هذا يعني بنهاية المطاف يعني بدخل لم الفحم 40 مليون 42 مليون، وعندي الأرنونة 15% اللي من المحال التجارية بدخل لي أخرى 10-15 مليون شيكل. يعني عمليا تعال ناخذ ال 55 مليون شيكل اللي أنا بجمعها في نهاية المطاف. للأسف الشديد في عندي أجلكم الله للنفايات، أنا بدي أدفع بالسنة 20 مليون شيكل، أنا بدي أدعم قسم المعارف بأخرى 16 مليون شيكل، وبدي أدعم قسم الرفاه 15 مليون شيكل. يعني أنا الخدمات صفر خدمات إضافية أنا بقدر أنطيها للمواطن. لذلك مع كل احترام الأرنونة هي نعم عامل مؤثر، ولكن عندنا بالمجتمع العربي عامل مؤثر صفر. ليش؟ لأنه فش عندنا مشاريع مثمرة اللي تنطينا. لذلك اليوم احنا هدفنا وهذا الكلام نشتغل عليه، ندور على مشاريع مثمرة اللي تفيد أهلنا بأم الفحم. نعم أستاذ مضر، أنا بدي أتعقب على ما قيل الآن في هذا الحوار، خاصة على صعيد بلدات عربية. يعني هل يجب أن يكون النضال لتحسين ظروف البلدات العربية هو نضال جماعي لجميع السلطات المحلية العربية، أم أحسن يمكن أنه يكون نضال فردي، لأن المشاكل أيضا مختلفة من بلدة إلى أخرى؟ ماذا كيف ترى هذا النضال؟
أنا بظنش أن المشاكل مختلفة بين بلد الأخرى، يعني ما يحدث في عرى وعرار يحدث في كفر يحدث في أم الفحم تقريبا نفس الشيء. نحن يعني حكينا أن نحن نتحدث عن سلطات محلية اللي هي تحتاج الدعم، كلياتها موجودة من ضمن هبات الموازنة، كلياتها موجودة في وضع أنه ما عنده هناك موارد مادية خاصة، يعني بسبيل المثال يعني ما عندنا مراكز تجارية، ما عندنا، نعتمد كثير على ما يسمى الأردوانة اللي هي الدخل من الأردوانة السكن، أردوانة السكن كلنا بنعرف أنه هي أردوانة منخفضة، فالإمكانات والكلياتنا في الهوى سوا زي ما بقول. بس والعمل الفردي لا، لا طبعا في عمل اجتهاد شخصي لكل سلطه محليه لازم تكون، يعني على سبيل المثال يعني سلطه محليه يجب ان تنجز ما يخص فيها تريد، لا يمكن ان يكون هناك مراكز تجاريه ان لم يكن هناك تخطيط في هذه السلطه، فبالتالي ان لم تقم بالتخطيط فواضح انه لا يمكن ان تطالب في مركز تجاري على سبيل المثال، فواضح هناك عمل يخص السلطه كسلطه ان تكون جاهزه لاستقطاب لاستقبال الموارد او ان تنتج هذه من اجل الموارد الماديه. ولكن بالإضافة لذلك يجب أن نتعامل مع السياسة، السياسة اللي موجودة حالياً هي مش داعم بالفعل للسلطات المحلية العربية، ما يحدث اليوم هو عملية تمييز، يعني على سبيل المثال نتحدث عن ما يسمى هبات الموازنة، ما هي هبات الموازنة؟ هبات الموازنة تعطى من قبل وزارة الداخلية ميزانية تعطى لكل السلطات المحلية أو للسلطات المحلية هكول اللي هي ضعيفة من أجل أن تعمل عملية موازنة في ميزانيتها. فمثل تل أبيب هي مش موجودة في هبات الموازنة، هي مش بحاجة، مثل مدعين هي مش بحاجة، ليش؟ عندها موارد كفاية إنه تقدر تقوم في تغطي ميزانيتها، ومش بس هيك وتعطي خدمات أفضل بكثير من كل السلطات. بينما السلطات المحلية العربية وسلطات محلية يهودية موجودة هناك في حالة ضعف. ما يحدث هنا ليس عملية قسم عادلة، بالعكس ما يحدث هون إنه تعطى لهذه السلطات اليهودية أكثر من السلطات المحلية العربية بسبب نوع من عملية معادلة اللي هي معادلة مرفوضة ومش مقبولة، ونتيجتها أنه كل السلطات المحلية العربية تقريبا كل سنة عم تخسر ما يقارب بين 500 إلى 600 مليون شيكل اللي هي مستحقة لها. عندما نتوجه لوزارة الداخلية فتقول لا يمكن أن تأخذ من الضعيف أو من حساب الضعيف، ما يحدث يجب أن تحصل على الميزانيات أكثر وأكثر من وزارة المالية حتى نقدر نعمل هاي المعادلة، يعني لأنه إن أخذت أنا مثلا على سبيل المثال من رخصيم أضعفت رخصيم، طيب أنت المشكلة مع رخصيم إنه هي على حسابي، يعني أنت مش عامل المعادلة. فهذا النوع المواجهة هذا مع الطلاب لا يمكن أن يتم من قبل عرى وعرارة لوحدها ولا من أم الفحم لوحدها، هنا يأتي دور السلطات المحلية ككل، اللجنة القطرية لرصاد السلطات المحلية، وهذا ما نقوم به اليوم. تحدثنا طبعا هنا من منطلق مثل هبات الموازنة، لكن أيضا على مستوى التعليم بناء الغرف التدريسية، أي موضوع الرفاه الاجتماعي وقضية ما يسمى الماتشنج كثير في كل القضايا، قضية التسويق على سبيل المثال إن أردنا تسويق للأزواج الشابة، عملية التخطيط وميزانيات للتخطيط، هاي الأمور لا يمكن أن تحدث فقط في قضية الميزانيات على مستوى بلدة، هناك ما يسمى النداءات تخرج من قبل وزارات، وأنا بعرف أن كل السلطات المحلية تقريبا تقدم لها النداءات، هذا اشتخاص شخصي لكل مجلس ومجلس، لكل سلطة وسلطة أن تكون جاهز وتطالب بهذا الشيء، ولكن الأوسع والأهم هو تغيير الرؤية، إزالة عملية التمييز، أن ينظروا إلى السلطات المحلية العربية أنها ممكن هي سلطات جيدة تستطيع أن تدير الحدث، يحق للمواطنين أن يكون هناك عندهم خدمات جيدة، ومن أجل ذلك يجب كمان إعطاها الفرص أن تكون بدل من سلطات محلية مستضعفة، هاي بل سلطات محلية تعتمد على نفسها من ناحية الموارد المادية، إضافة على ذلك تقوية السلطات المحلية من ناحية الكوادر، وهذا شيء مش هوين، صعب جدا استقطاب من هو جيد للسلطات المحلية بسبب المعاشات وسبب الظروف اللي موجودة في السلطات المحلية، فهذا كمان أمر ليس بجيد. هناك كمان الموظفين اللي هم لم يتلقوا التأهيل المطلوب فيجب إعطائهم، فالموضوع جدا كبير جدا شائك، لا يمكن أن يتم في سلطة محلية هنا أو هناك، يجب أن يكون هناك القوة في الجماعة، يعني كل ما كنا موحدين أكثر وأكثر فالنتيجة أفضل. يعني هذا موضوع هذا ما يحدث اليوم، يعني حدث مع 922 كخطة في بداية، سأتحدث عن 922، سأعود لموضوع 922 أستاذ مضار، ولكن دعني أقف عند هذه النقطة، موضوع الموارد البشرية والقوى العاملة داخل السلطات المحلية، إلى أي مدى فعلا تؤثر على نمو وتطور البلدة العربية، وكيف عدم وجود قدرات مهنية لتطوير هذه البلدة، أيضا رؤية لرؤية هذه البلدة بعد 10 أو 15 سنة.
نعم، أنا أعتقد أنه قوانا البشرية في مدننا وقرانا هي لا تقل مهنية ولا تقل ذكاء ولا تقل حسن تصرف عن القدرات المهنية في الوسط اليهودي، وبالعكس تفوقها. ويعني عادة يحاولون أن يصفوا أن المشكلة في فقر سلطاتنا المحلية العربية أنه إحنا ما نعرفش نتصرف. لا، هذه كذبة كبيرة. نحن نعرف كيف نتصرف، والآن يعني لدينا رؤساء سلطات محلية وإدارات سلطات محلية تشرف السلطات المحلية في الدولة عامة، من ناحية القدرات المهنية، من ناحية الأشخاص الذين يقفون برأس هذه السلطات. نحن ندير يعني نضال عادل كسلطات عربية مجتمعة، والأخ مضر يونس أبو نزار هو رئيس لجنة السلطات، لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. لكن هذه القدرات وهذه المواهب المهنية اللي موجودة عندنا لا تعطى الفرصة، لا تعطى الفرصة لأنه ليس هناك موارد مادية. يعني الإنسان حتى المهندس الفذ حتى يعمل عمله يجب أن يعطى الفرصة أن يخطط أولا، لأن تسمح له الدولة بأن يوسع منطقة نفوذه، يوسع منطقة البناء في بلده. وهذا نرجع للنقطة المربع الأول، سياسة الحكم المركزي، سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة أيضا في موضوع الأرض وفي موضوع السكن وفي كافة المواضيع، سياسة تمييزية. يعني المشكلة هي ليست فينا، المشكلة في الحكم المحلي، الحكم المركزي هو الذي يميز ضدنا. نحن نقوم بما نستطيع وأكثر يعني، وإبداعات في كل القرى والمدن من ناحية القوى البشرية ومن ناحية إدارات المجالس، ولكن لهذا الإبداع ولهذه المهنية حد وضعته السلطة المركزية بسياستها التمييزية ضد جماهيرنا العربية. ومن ضمن جماهيرنا العربية سلطاتنا المحلية العربية، نحن جزء من شعبنا. وبهذه النقطة يعني يجب أن نركز على أن السبب الرئيسي في الوضع سلطاتنا المحلية العربية من ناحية مادية، السبب الرئيسي هو ليس قدراتنا التي لا نمتلكها كما يقولون، ولكن هي السياسة التمييزية. يعني ممكن تكون هاي القدرات موجودة بمجتمعنا العربي، متأكد أنه موجودة، ما عم بتسأل، بس مش موجودة بقلب القرية أو المدينة العربية، بتخرج لأنه ما في إلها فرص. يعني في عملية خروج من البلدة العربية ومن المنطق ومن المكان صحيح العربي. صحيح صحيح، نحن نعاني من هذا النوع من المشاكل، نزوح الأدمغة، نزوح الأزواج الشابة، يعني تريد لنفسها حياة أفضل، تريد لنفسها أو يعتقدون أنها حياة أفضل، ولكن هذا يتفاوت بين بلد وآخر. نحن في كفر ياسيف اليوم نرى نزوح عكسي، نرى الشباب يرجعون إلى البلد ويريدون أن يعطوا بلدهم، وهم فخورون ببلدهم، فخورون بمجلسهم، ويعرفون أين نحن نعيش، يعرفون أن المشكلة في شوارعنا، ليش شوارعنا هيك منظرها، وليش ما فيش عندنا منطقة صناعية، يعرفون المشكلة اليوم جيدا، أن هذه نتيجة سياسات حكومية وليس نتيجة أنه نقص في قدراتنا وفي يعني مواهبنا أو المهنية التي يتمتع بها المجلس والأشخاص الذين يوجدون في المجلس. طيب، يعني دكتور سمير، تحدث أستاذ شادي عن موضوع القدرات المهنية، أيضا يوجد موضوع آخر وهو ملكية الأراضي في البلدات العربية. يعني أكثر من 50% أو حوالي 50% من المجتمع العربي تحت خط الفقر، بسبب أيضا عدم وجود مسطحات بناء، عدم وجود ملكية للأرض. سؤالي هو كالتالي، كيف تؤثر عدم وجود أرض للبلدات العربية على تطور وتوسيع مساحة البلدة العربية؟ أولا نبدأ أرجع للموضوع الأول، موضوع القوى البشرية، وبعدين نتطرق لموضوع الملكية والأراضي. فضل. بالنسبة للقوى البشرية، يعني بلاش إحنا برضو، أنا بدي أختلف أنا مع الأخ شادي، نعم في قدرات، ولكن داخل بلدياتنا قد تكون موجودة قدرات، ولكن القدرات غير مستخلصة. وتعالى نحكي الحقيقة ونواجه الحقيقة. للأسف الشديد في عنا كثير شباب، اللي عندهم قدرات هائلة، القدرات هائلة هي مش قاعدين نقدر نستخلصها، وكلاتنا عارفين الأسباب وبلاش نخوض بها. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية والمهمة بهذا الصدد،
انه برضه موضوع الاجور، موضوع الاجور اليوم انا يعني بهاي الفتره بفتش وفي عنا كان مناقصات لمهندسين، للاسف الشديد مهندسين بقول لك انا بقدر اشتغل خارج الاطار هذا اللي بسموه بلديات، وانا بربح ضرب اثنين من بأخذ البلديات، لذلك الافضليات بتكون هناك. هاي لازم يكون نضال بهذا الموضوع على مستوى جميع السلطات المحليه ومش بس العربيه. كل ما يتعلق بالملكيه نعم في مشكله، وفي مشكله كبيره اليوم، كثير من شبابنا قاعدين بقسموا البيوت مع اهلهم، وهذا معضله اللي بتؤدي برضه لمشاكل. نتحدث عن العنف، هذا اخرى سبب للعنف. نتحدث عن عنف، في عندنا مشاكل على 5 متر او متر او مترين بين الجيران اللي هم عاده الاخوه او اولاد العم. لذلك احنا بالفحم قاعدين بنقدم بهاي الايام 13/9 في عندنا توقيع على اتفاقيه ساك اللي رايحين برضه نرتب رخص لبيوت اللي موجودة تقريبا 7000 بيت، وفي المقابل رايحين نقوم ببناء 5300 وحدة سكنية لهذول الشباب مشان ننطي أفق من خلال اتفاقية اللي رايحين نبرمها مع دائرة أراضي إسرائيل وبحضور وزارة الإسكان. اللي بنقوله بهذا الموضوع إنه المشاكل موجودة بكل قرانا ومدننا العربية، نقص في الأراضي، نقص في الأراضي بصير عندنا برضو أسعار الأراضي قاعدة بترتفع. يعني اليوم في مناطق اللي عند قبل سنة سنتين بأم الفحم كان الدنم كذا، اليوم ضرب 4 مرات و5 مرات. اليوم دنم أرض في منطقة على سبيل المثال الباطن أو منطقة الظهر بأم الفحم توصل 5 ملايين و6 ملايين شيكل، اللي هي أرقام اللي خيالية. لذلك مهم جدا نيجي ونشجع كل الإسكان في اللي قاعدين احنا نعمله من خلال دائرة أراضي إسرائيل، وبتأمل انه هذا الإشي ينجح. يعني دكتور سمير بس قبل ما انهي هاي النقطة، هل هذه القضايا التي تتحدث عنها تؤدي إلى خروج الأزواج الشابة يعني او الطبقة الوسطى من البلدة العربية وعدم الاستثمار الحقيقي داخل المكان العربي والبلدة العربية برأيك؟ على فكرة اليوم فيش طبقة وسطى للأسف الشديد. في اليوم للأسف الشديد في ناس اللي موجود بالحضيض، وفي ناس اللي موجودين بوضع جيد ممتاز. يعني الطبقة الوسطى انعدمت من زمان، هاي واحد. اثنين نعم يعني بالحقيقة بالآخر في عنا كثير شباب وشابات من أم الفحم اللي قاعدين بخرجوا على حيفا، بخرجوا على حريش، بخرجوا على خضيرة، بخرجوا على العفولة، وحتى بخرجوا على كرة اللي مجاورة إنا. احنا هدفنا انه نرجع هاي الشباب، لانه قاعدين بنحاول ننطيهم افق من خلال اتفاقية السقف، من خلال كثير اشياء. يعني برضو احنا قاعدين بنحاول نقدم كل موضوع يعني علاج موضعي لأم الفحم من خلال قرار حكومة، قاعدين بنحاول نقدم هاي الامور. اتفاقية السقف راح تنطينا قفزة نوعية بكل ما يتعلق في البنية التحتية اللي حوالي أم الفحم، وراح تنطينا برضو أموال للأحياء القديمة إنه نقدر نطورها. هذا من شأنه إنه ينطي أمل بنطي ثقة. الثقة طبعا بترجع شبابنا وشاباتنا لأم الفحم، وإحنا شايفين إنه في على الأقل في حديث وفي حراك بهذا الموضوع. بتأمل إنه الحديث والحراك بيتوج في برجوع هاي الشباب لأم الفحم عما قريب. أستاذ مضر، يقال أننا لا نعيش لا في مدينة ولا في قرية عربية، نعيش في جيتوهات عربية في الداخل. إلى أي مدى هذه المشاكل وهذه القضايا التي تحدثنا عنها من ناحية ملكية أراضي ومن ناحية موارد بشرية ومن ناحية موارد مادية قد تمنع فعلا بناء بلدة عربية، قرية عربية أو مدينة عربية كما يجب؟ يعني الوضع لا شك انه في الداخل قرانا بسبب عدم التخطيط لفتره طويله وعمليه التضييق اللي كانت موجوده وعدم اعطاء اراضي دوله او عدم توسيع مناطق نفوذ تمكن من عمليه التخطيط على مدار سنين كثيره، اثرت بشكل كبير على كثير من القرى. نلاحظ اليوم انه في داخل المركز يعني مراكز القرى او في داخلها هناك البناء اللي بدا يكون للاعلى اللي هو بناء مش منظم، بناء بحيث انه يؤدي لاقتضار. اليوم كل عائله في عندها سياره وسيارتين، فبالتالي مع كل هذه المشاكل فهذا شيء موجود. في السنوات الاخيره خلينا نقول نلاحظ انه في هناك عمليه تغيير بتوجه السلطه بهذا الشيء، انه اليوم السلطه عندما شاهدت انه شبابنا وكثير من شبابنا وشاباتنا
بدأوا يخرجوا بسبب قلة الأراضي والوضع ما يحدث، يخرجوا من داخل القرى ويتوجهوا لداخل المدن. وعلى سبيل المثال يعني نطلع على الناصري، كانت ما يسمى نتسيرة أليتنو فجليل، نطلع على منطقة الشغور فأبناء مجد الكروم ونحف ودير بروحة كرمئيل، ما يحدث عندنا في عارة وعرارة قد يكون هناك مثل ما قال الدكتور سمير يمكن العفولة أو غيرها أو حيفا. كل هذه الأمور أدت لنوع، أنا هيك بفسر الأمر، إنه أدت لنوع إنه لدى الحكم المركزي يجب أن يكون هناك تغيير، يجب توسيع أو إعطاء إمكانية التخطيط في داخل البلدان. فعملية هذا التخطيط لا شك إنه سيساعد إنه شبابنا وشاباتنا يتواجدوا في داخل قرانا، وحتى لو كان أماكن عملهم خارج هذه القرى، لأنه بطبيعتنا إحنا كمجتمع دائما نفضل أن نرجع لبلداتنا. حكى شادي على هذا الموضوع، قال لك أهل كفر ياسيف شبابنا بيحبوا يرجعوا كفر ياسيف، بالرغم من وضع كفر ياسيف إنه لا قد تختلف كليا من ناحية القدرات شو بتعطي كخدمات عن حيفا أو غيرها. فهذا الشيء ممكن يساعد. بتظل المشكلة الكبيرة بالفعل ما يحدث أم بالتنظيم أو في البناء اللي حدث على هذه الفترة في السابق، هذا البناء المكتظ في داخل جدر البلد، هذا البناء المكتظ في داخل الشوارع الضيقة. هنا الأمر أصعب، أولا بحاجة لترخيص، واثنين لعملية تنظيم جديد. في هناك برامج بهذا الشيء اللي ممكن تساعد، احنا بعدنا في طور البداية. كل قضايا التخطيط اصلا في داخل المجتمع العربي هي في طور البدايه، ولكن اللي بعطي الامل انه شبابنا وشاباتنا واهلنا بدوا يفكروا بطريقه اخرى، بدوا يفكروا انه العمليه يعني في السابق كان في هناك عمل عدم اطمئنان، يعني احنا كشعب اللي تهجر وشعب اللي خرجوا من بيوته وشعب اللي احتل وشعب اللي فيه ضده تمييز، كل هاي الامور دائما عندما يحدث شخص في عنده ظلم ارض بيحاول يحافظ عليه وما يتركه، وبالتالي لو بدك تيجي تعمل شارع منه كان يعترض، لأنه مش من طلب بدوش يعطي شارع، وأكثر لأنه خايف أنه هذا الدنم بكرة يروح وما يكفيش لابنه ولا لحفيده، الله يعلم شو بده يصير في كل مستقبل. عملية هذه التوسعة اليوم تعطي أكثر وأكثر اطمئنان للمواطن أنه يمكن التخطيط، فصار يجي يفكر أنه كمان أنا مش بس بدي أبني بيت، أنا بدي كمان يكون بجانب البيت يكون شارع اللي وصلني بشكل صحيح، بدي روضة، بدي متنزه، بدي مكان ملعب. فهذا هاي نلمس اليوم عندنا عند أهلنا في تفكير آخر، في نوع أكثر وأكثر من ناحية الاطمئنان، وبالتالي ممكن إنه عملية التخطيط بالفعل تمكن إنه نقيم قرية ونقيم مدينة بشكل أفضل مما هو عليه. الشغل مش هويني، الشغل صعبي، حتى لو وجدت التخطيط بتضل عندنا مشكلة عملية التجهيز ما بعد التخطيط اللي هي توسعة الشوارع، قضية البناء، كل هاي الأمور اللي هون بندخل للعامل الثاني إنه عدم وجود ميزانيات. لما ما فيش ميزانيات كمان هذا الأمر بصعب أكثر وأكثر، فمش كافي تخطط، كمان بدك تفكر ما بعد التخطيط كيف بدك تعمل تنفذ هذا التخطيط، يعني صحيح. ما يضل حبر على ورق وبس مجرد رسمي. اعتقادي إنه اليوم المجالس المحلية برؤسائها تفكيرها جيد، تريد أن تحدث التغيير، مع معونة الأهل هذا موجود، وبقدراتنا إن شاء الله أن نحصل الميزانيات اللازمة راح يكون تغيير إن شاء الله، مش راح نشوفه اليوم وبكرة، بس مش بالأمد البعيد. نعم. طيب بما أننا بدأنا بالحديث قليلا عن الأمل، دعني يعني أطرح الحلول التي عرضت من قبل الدولة على السلطات المحلية. مثلا ب 2017 أقيم صندوق تقليص الفجوات الذي كان من المفترض أن يحول قسما من ضريبة الأرنولة الحكومية إلى السلطات المحلية الأضعف، وبالطبيعة هي السلطات المحلية العربية، للتغلب على الفجوة العميقة الناتجة عن نقص الأرنولة التجارية والحكومية في البلدات العربية. أين وصل هذا الصندوق؟ خليني مريم بعد صالحك. إذنك بس لا مش أصلحك، نغلق الدائرة حول قضية نزوح الشباب من شكل قضية عن جد حارقة، قضية حارقة جدا، قضية يعني نعاني منها وعانينا منها، ولكن أنا أريد أن أقول يعني ومن خلالك ومن خلال البرنامج لشبابنا لأزواجنا الشابة، دائما راح يكون في محل أحسن من بلدك يعطيك الخدمات أحسن من بلدك، ولكن نحن كجماهير عربية ناضلنا خلال 73 سنة من أجل البقاء ومن أجل أن نطور أنفسنا، وبالقوة فرضنا أنفسنا على الخارطة، يعني دائما لنا تعلق بالمكان، تعلق في مسقط الرأس أكثر من أي شعب آخر موجود نتيجة لتجربتنا. ف
فلذلك انا بوجه هاي الرساله للشباب، لا تستسهلوا يعني انه بحيفا احسن من كفر ياسيف، في بلاد احسن من حيفا كمان، يعني ضلنا نتنقل، خليك في بلدك، ساعد اهل بلدك، ساعد مجلسك، ساعد نفسك، ساعد اولادك. ولكن في نقطة سيئة جدا يجب أن نتطرق إليها في قرآننا ومدننا العربية، قضية العنف والجريمة. طبعا قضية العنف والجريمة هي ما يعني يضع في رؤوس وفي تفكير شبابنا وأزواجنا الشاب أنه يهجروا، ليس الفقر السلطات المحلية وليس فقر البنى التحتية، الأمن والأمان، إنما الأمن والأمان الشخصيين. وهذا أيضا يرجعنا إلى المربع الأول، الأمن والأمان الشخصيين هي قرار حكومي، قرار حكومي. لحديت الآن لا يوجد قرار حكومي بمكافحة الجريمة ومكافحة الجريمة المنظمة، لا بل نحن نشهد أن قوى الجريمة المنظمة هي أقوى من الشرطة وأقوى من الحكومة في بعض الحالات. هذا ما يجعل يعني أزواجنا الشابة تفكر في ترك أم الفحم وفي ترك عرى وعرى وفي ترك كفر ياسيف، وهذا ما يجب أن يكون على رأس سلم أولوياتنا، وهو على رأس سلم أولوياتنا. ولكن الحل ليس بيدنا، الحل بيد الحكومة، عليها أن تعطي الأوامر للشرطة بأن تعمل عملها وبأن تقوم بواجبها الذي من أجله هي موجودة، وأن تقوم بواجبها بردع هؤلاء وتنظيف قرانا ومدننا منها. ونحن كفيلون بأن يكون أزواجنا الشابة موجودون في بلداننا ويسكنون بين أهلهم. في موضوع صندوق تقليص الفجوات، أين وصل هذا الصندوق؟ هذا الصندوق أعتقد كان فكرة ولكن لم يتم على أرض الواقع. الآن أنا أستطيع أن أشهد يعني أمامك وأمام الجميع أن هذا الصندوق يعني لا يصلنا منه شيء، لا يصلنا في كفر ياسيف منه شيء. نحن نصل على هبة الموازنة الحكومية، وهي كما قلت سابقا تكاد لا تسد الرمق. وضعنا كسلطات محلية من ناحية المدخول بحاجة إلى تغيير النظرة الحكومية وتغيير السياسة الحكومية، ويعني كما قال أخي أبو نزار الأخ مضر، في تغير في الآونة الأخيرة، في تغير في السياسة الحكومية، ولكن هو تغير محدود. وذكرت 922، ونوابنا في الكنيسة اليوم يشتغلون على 923، ولكن دعيني أقول لك مثل واحد، يعني في 922 أعطونا لمجلس كفر ياسيف حوالي 8.5 مليون شيكل لبناء قاعة رياضية جديدة. بنينا هذه القاعة، الآن شو مشكلتنا؟ الآن مشكلتنا أنه أنا لا أستطيع تعيين طاقم لتفعيل هذه القاعة لأنه معيش مصاري، معيش أعطيهن معاشاتهن، هذه المشكلة. ف يعني 922 و923، ويا ريت الاخ مضر يعني ب 923 ياخذ بعين الاعتبار انه لا تصبح هذه المشاريع عبئا اخر علينا في المسؤوليه عليك كبيره صارت استاذ مضر، يعني نبني قاعه رياضيه ولا نستطيع تفعيلها وتشغيلها، ونبني اوديتوريوم قاعه صالات عرض وما الى ذلك ولا نستطيع تشغيلها. فهذا يجب ان ينظر اليه في 923. ولكن بالمجمل نحن هذا الصندوق الذي ذكرتيه لا أعرف عنه شيئا، وأتمنى أن يعني إذا في صندوق من الشكل أن تعرفونا عليه. طيب قبل الحديث عن 923، تعالوا نقيم تجربة 922 دكتور سمير، كيف تقيم هذه التجربة بسلبياتها بإيجابياتها على أم الفحم برأيك؟ اولا في الشك انه 922 كانت يعني كان يعني خبر صار بنفس الوقت، كان كثير من المعيقات، كان كثير من المعيقات، وتعال نقولها بوضوح وبصراحه، المعيقات كانت معيقات داخليه وكانت معيقات خارجيه. ودائما بيقولوا انه المعيقات كانت خارجيه اكثر عن حكوميه، لا انا بقول برضو كان معيقات داخليه مش قليله. يعني بنهايه المطاف من الفحم احنا اليوم وصلنا ل استغلال عالي ل 922، يعني بقدر اقول وصلنا تقريبا 80% لعند هاي اللحظه، واحنا باستمرار يعني احنا منرتفعين باستغلال هذا المورد، هذا المورد مهم جدا. طبعا هدفنا اليوم باللجنه القطريه وهذا اللي قاعدين بنعمله بقياده ابو نزار، احنا قاعدين بنشتغل على انه نتعلم من الاخطاء اللي صارت 922 مشان تكون عندنا خطه انجع 923. يعني كانت قفزه نوعيه ولكن احنا بحاجه لقفزات نوعيه اضافيه،
انا متاكد انه 923 راح تكون افضل. وطبعا رايحين كثير ناس يجي يقولوا لنا 923 فيها كثير من الثغرات، راح يكون بها كثير من الثغرات، ولكن احنا رايحين نتعلم من اخطائنا. هذا الجانب الاول. بما يتعلق بام الفحم، انا بقدر اقول انه خلال سنه الكورونا لحالها احنا قدرنا نستغل من 922 ما يقارب ال 77 مليون شيكل اللي راحت لمشاريع داخل ام الفحم، وندل على شيء بدل على استثمار. يعني كل مستخلصي الموارد اللي شغلوهم وزارة المساواة من خلالهم قدرنا نرفع نسبة استغلال المورد هذا اللي موجود في بلدياتنا وفي قرانا وفي مدننا. ولذلك مهم جدا انه هاي الوظيفة تستمر بالتواجد، لانه من خلالها قدرنا فعلا نستغل الموارد بشكل افضل. هذا جانب اول. جانب ثاني مهم جدا نأخذ عوامل إضافية لـ 922 ما كانتش موجودة واللي اليوم موجودة على المحاكم، كل ما يتعلق بموضوع الصحة، موضوع السياحة، البيئة، موضوع المناطق الصناعية، في البيئة اللي هو مهم جدا في كثير من المواضيع اللي اليوم احنا قاعدين بنطرحها اللي بـ 922 لم تكن موجودة على الطاولة. واحنا برضو هنا كل موضوع الرفاه الاجتماعي والميتشنج اللي تحدث عنه أبو نزار، وبصدق يعني لا يعقل انه يجي يقولوا تعال من كافح العنف، بنفس الوقت كل الخطط اللي موجوده بالرفاه الاجتماعي قاعدين بيطلبوا مشاركه البلديات، وبلدياتنا فقيره فيش عندنا الامكانيه انه نساهم ولو بشكل واحد. لذلك مهم جدا على كل بهاي المشاريع انه يكون الميتشنج الاشتراك تبع السلطات صفر، مشان هاي المشاريع نقدر نمررها ونشغلها بكل سلطاتنا المحلية. لذلك اللي شايفه أنا في حراك، في حراك إيجابي على الأقل. أنا موجود بإطارين ثلاثة، أنا بقدر أقول أنه في كثير شراكة مع الوزارات ومع الناس المسؤولين اللي ما كانتش موجودة بنفس المستوى في السابق، على الأقل هذا اللي أنا بسمعه من الرؤساء اللي صلهم سنوات. طيب أستاذ مضر، رح أبقى بنفس الموضوع خاصة في 922، ما هي أخطاء 922 وما هي الدروس المستفادة من 922 قبل البدء ب 923؟ يعني خلينا أصلح أنا بالمبدأ والأخطاء. يعني الحدث إحنا لما بدينا أو كانت بداية 922، البداية كانت أنه اللجنة القطرية أو على ما أذكر كانت رسالة أو مطالبة سميناها ورقة 62 مليار إذا ذكرتي مش خاينتني، وتقدمت هاي الورقة. بس لما وصلنا على أساس مطالبة في داخل، ما كانت خطة شاملة أو يعني هاي كانت مطالبة معينة. إحنا لما وصلنا وتحدثنا مع وزارة المالية وجدنا أن وزارة المالية هناك ما يسمى يعني القسم المسؤول عن الميزانيات والرئيس كان هناك أمير ليفي، أنه كانوا صاروا عاملين خطة اقتصادية بهذا الرصوص، وبالتالي وضع هذه الخطة إمكانية التغيير لهذه الخطة كانت محدودة. يعني احنا شفنا انه هناك نواقص، احنا تحدثنا عن هذه النواقص. يعني عندما نتحدث عن ميزانيات تعطى لبناء ابنيه عامه وهناك مشكله في الارض ومشكله في التخطيط، فواضح كان انه امكانيه انك انت تنجحي في هذا الشيء راح يكون صعب. يعني احنا دائما بنعطي مثال، يعني بعد اذنكم نعطي مجلي كروم عند الموارد الماديه اليوم معطى لها انه تبني حضن روضات كثير، يعني تقريبا كل الروضات، ولكن كلها عندها روضات مستاجره لانه ما عندهاش ارض. فبالتالي احنا عرفنا انه في راح يكون هناك مشاكل، تحدثنا عن هذه المشاكل، ولكن بسبب الظروف السياسيه اللي كانت موجوده وضيق الوقت والاخري لم يستمعوا لكل ما طلبنا، وعشان هيك اليوم احنا بنشوف انه التنفيذ تبع 922 لم يكن كامل. يعني هذا موضوع بالاضافه على تجهيز السلطات المحليه، تحدثنا عن القدرات اللي موجوده، انا اتحدث عن القدرات كمعرفة، أنا أتحدث أكثر وأكثر عن قدرات. يعني البلد زي عرى اللي إحنا نتحدث 24,000 نسمي، وكل قسم الهندسة اللي عنده هو مهندس وحيد. يعني في نهاية الأمر بتعرف إنه قد ما يكون يعني راح يكون هناك صعب جدا على تنفيذ كل ما نريد. اللي إحنا اليوم تعلمنا شغلتين، أولا مطالبة تبعتنا نبدأ العمل من البداية، وإحنا صلنا في اللجنة القطرية وزي ما ذكر الدكتور سمير إحنا بدأنا العمل بعد انتهى وقرار 922، بدأنا العمل على الخطة الخمسية الجاي. أقمنا اللجان، قسمنا أنفسنا للجان حسب المواضيع، لجنة إسكان، لجنة تعليم، لجنة صحة، لجنة هايتك، للأسف دخل كمان موضوع لجنة مجابهة العنف بعدين. كل هذه الأمور وضعنا، واللجان مكونة من رؤساء سلطات محلية، من جمعيات أهلية تعنى في هذه المواضيع وعلى ذلك الخبرات، من مستشارين.
وبدأنا حصلنا أموال اللي هي خلينا نقول ما يسمى الفيلانتروبيا من الخارج حتى ندعم اللجنة القطرية في عملها. واليوم العمل هو إنه نضع إحنا لا نقول نستقبل فقط أو هذه الخطط، ولكن نبني هذه الخطط. والمنيح كمان إنه لقينا بسبب التجربة اللي كانت لنا إنه كمان في داخل الحكومة اليوم الحديث عن إشراك وإشراك منذ البداية. أنا لا أقول إنه راح يكون هناك نجاح باهر إنه كل ما نريد سنحصله، ولكن هناك في تغيير بالفعل إنه نحسن الوضع. والإثبات على ذلك إنه كان في هناك عندما أقر التمديد 922، أقر التمديد 922 لسنة بسبب سنة الكورونا وغيرها، مددوه مع تذليل قسم من هذه العقبات اللي كانت موجودة في ضمن التخطيط، وعلى سبيل ما يسمى احنا بنسميه حوك كامينتس وغيره. فكانت هناك قرارات اللي ذللت العقبات، يعني يمكن بشهد الدكتور سمير، دكتور سمير بلد كبير والى اخره، كانت يجب ان تحصل ميزانيه، من اجل ان تحصل على الميزانيات في المرحله الثانيه والثالثه كانت يجب ان تعنى بشروط معينه. لا يمكن كان لهم الفحم، لا يمكن حتى لو عملت كل ما تستطيع ان تدخل في المرحله الثانيه، بسبب انه هذا مشروط بالتخطيط، والتخطيط كان مشروط بسنتين وسنتين لا يمكن إنهاءه، فبالتالي لم تدخل، كانت ستخسر ميزانيات كبيرة جدا. جاء عملية هذه التذليل وهذا التصحيح من أجل أن يمكن أم الفحم وغيرها من أنه تدخل في البرنامج اللي بالأصل إلى له 922. اليوم إحنا أكثر وأكثر لدينا الخبرة، اليوم إحنا أكثر وأكثر موجودين من البداية، وأكثر وأكثر يستمعوا لنا. يعني وتوقعات هون أنه تكون نتيجة أفضل، خطة شاملة أكثر اللي تشمل أكثر مواضيع. يعني إذا كان هناك ما كان نتحدث عن الصحة فنتحدث عن الصحة، إذا كان هناك المبالغ اللي أعطت للبيئة قليلة جدا اليوم نطالب بأكثر، وبرضه في كمان المواضيع اللي كانت سابقة وسعناها من أجل أنه يكون الاستغلال أفضل وأفضل. وبدي أحكي كمان عن شغلة تانية، القضية مش بس قضية ميزانيات، القضية الأهم من ذلك أنه إحنا نحاول أن نغير النهج من أساسه. النهج في قضية الميزانيات، وتحدثنا عن هبات الميزانية، لا نتحدث فقط عن إعطاء إضافي كل مرة وتنتهي بعد 5 سنين، ولكن تغيير كل عملية التقسيم من البداية، أن يحدث هناك عدل بالتقسيم، بحيث أنه أنا مش بحاجة لخطة خماسية كل مرة ومرة مش أنا أحل المشكلة، يكون التغيير جذري من أساسه. واللي أهم من ذلك أعتقد التغيير في المضمون، تغيير بما معناه إذا نتحدث اليوم عن الخطط في التعليم، ليس فقط إضافة غرف دراسية أو ساعات تعليمية، ولكن نتحدث اليوم عن أن يكون هناك المعلمين الأفضل، أن تكون هناك مش يعني زي عملية مقاولات بإعطاء الشهادات لمعلمين من قبل كلية هنا وهناك، وأهم وأهم الحديث هناك عن قضية الهوية الفلسطينية. نعم، تغيير يعني رؤية أيضا رؤيتنا كمواطنين عرب. طب سأنتقل إليك أستاذ شادي، يعني تحدث عن هذا الموضوع أيضا أستاذ مضر، ماذا يجب أن يكون في 922؟ ما هو التغيير الجذري الذي تراه أنت الذي يجب أن يكون في خطة 923؟ في أولا يجب أن نذكر أنه 922 كانت ثمرة جهود البرلمانيين وقوتنا البرلمانية اللي استطعنا أن نستغلها في البرلمان، وهي خطة يعني اعتبرت لسد الفجوات، وهي يعني بعض من حقوقنا ردت إلينا. ويجب يعني الجملة اللي أنهى فيها أبو نزار مداخلته قبل قليل، يجب تغيير السياسي وليس فقط خطة خماسية لسد الفجوات. نحن نريد خطة خماسية ونريد خطط عشرية لسد الفجوات، أما لما السياسة اللي خلقت هذه الفجوات لا تزال نفس السياسي، ما احنا زاعدين من سابق الريح. يجب أولا أن تتوقف هذه السياسة، تتوقف سياسة التمييز ضد مجالسنا العربية، هبات الموازنة على هذه المعادلة الغريبة العجيبة اللي بحطوا لنا إياها، كيف تحسب هبات الموازنة؟ يجب أن تذهب من هذا العالم، ويجب أن يعطى هبات موازنة لكي يكون هناك كادر موظفين مهني، كما قال الأستاذ سمير الدكتور سمير إنه في صعوبة لمجالسنا وبلدياتنا أن تستقطب، لأنه المعاشات المقترحة أو الرواتب المقترحة في القطاع العام بشكل عام وفي المجالس هي معاشات تكاد تثير الضحك، وحتى نستطيع أن نستقطب هذه المواهب وهذه المهنيات
يجب أن يكون لدينا القدرة أن نعطيهم رواتب، أن نعطيهم يعني ميزات وإعادة الشباب إلى البلدات العربية. وإعادة الشباب إلى البلدات العربية، وهون أنا أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه السبب في هجرة شبابنا هو ليس عدم وجود قوى مهنية في بلدياتنا ومجالسنا، السبب الأساسي هو الجريمة والعنف، السبب الأساسي هو العنف والجريمة. يعني وهذا قضية يعني أنا لا أستطيع أن أجادل فيها، أي أب أي أم يريد أن يبحث عن مكان ليحمي أولاده ليحمي مستقبل أولاده، هذا أيضا جزء من السياسي، هم لا يريدون أن تكون لدينا كفر ياسيف آمنة ومزدهرة، هم لا يريدون أم الفحم آمنة ومزدهرة، هم لا يريدون، هم يريدون كما قال بن غوريون في الخمسينات أكثر ما يمكن من العرب على أقل ما يمكن من الأرض. نعم برافو عليك. ولذلك اللي قاله أبو نزار السياسي يجب أن تتغير، سد الفجوات يجب أن يستمر، ويجب أن برلمانيون أن يضغطوا أكثر وأكثر أن يسدوا الفجوات، ولكن تغيير السياسي اللي خلقت هذه الفجوات وأن لا تخلق فجوات أخرى هي الأولى وهي الأصل في هذا الموضوع. إذن تغيير في سياسة ونظرة إسرائيل إلى المواطنين العرب صحيح. في الداخل. شكرا لك سيد شادي شويري رئيس مجلس كفر ياسيف، ودكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، وأستاذ مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية ورئيس مجلس عرعرة، شكرا لكم جميعا. شكرا لك يا أهلا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوار الساعة، تابعونا في الحلقة المقبلة وكونوا بخير. We'll be right back.